أخبار اليوم. أنا برضو قعدت فترة بستمع وأذاكر حاجات معينة، أنا بنشد برضو، فطبعا حتة الإنشاد دي عايزة القدرات مش الغنائية التقليدية، وفي نفس الوقت ان الانشاد ده لازم يطلع من هنا، يعني ما ينفعش انا اقول المجرد انا اقول الكلام، لازم عشان اقنع اللي قدامي لازم يخرج من القلب، فانا اروض قلبي قبل ان اخرجه للناس، يعني لازم يعني ده اقرب ان انت اتصوفتي شويه او يعني قعدت فتره يعني اختفيت تماما. يعني هي كان في فتره يعني الاطفال صغيرين لما كبروا شويه ابتديت اظهر في الانشاد، وبعد كده عملت حاجات تانية برضو، كانت فتره يعني كان كنت حاسه ان الدنيا زحمه في الاغاني وفي وبالذات في طريقه اخراج الاغاني كلها شبه بعض، فلما اختفيت حسيت ان انا يعني انا مش هكرر على بالي ولا هكرر من زمان، ورفيق عمري عامله 3 سيديهات، انا عايزه اعمل حاجه جديده، وفي نفس الوقت انا كان عندي ميول ان انا اعمل انشاد، وخلي بالك الانشاد ده من الحاجات الصعبه جدا، يعني ما فيش سيدات كتير بيخشوا هذا المجال، ان هي ليها متطلبات صوت معينه وليه التزام معين، فهو تحدي قعدت فيها فتره بذاكر وبسمع، وبعدين مثلا ايه يعني اروح المقام في سيدنا الحسين وانشد واشوف رد فعل الناس، اروح مقام سيدة زينب انشد ويرد عليا في المقام، هي حتة ان انا انت بتغني في موالد يا عين ساعات لما يبقى في فرص بقول في المولد انشاد، بس مش ما هواش ظاهر قوي للناس ان انا مش بطلع عمليا، مش ان انا حفلة واطلع، بتبقى وانت في ساعتها كده في المقام او في المول ده بيبقى يعني مع منظم حفلات لا باجر، لا دي بتلقائيه ملهاش اجور، يعني انا بروح اتغني في الحسين من غير فلوس ما لا انتظر من يعني من الموضوع الانشاد ده ماده، يعني انت كنت بتروحي تحضري في الحسين انت اللي تقعدي تسمعي صح قبل كده؟ اسمع في الاول طبعا، سمعت كتير منشدين بيقعدوا، وبعدين خلي بالك الحلو في الانشاد انك انت ما انتيش منتظره من حد ان هو